ازيك يا ملوكتي؟ كويسة الحمد لله. المية عالية ولا واطية النهاردة؟ واطية. وطيت شوية؟ شوفي وطيت ازاي. هنصطاد النهاردة؟ هنجيب سمك كبير زي المرة اللي فاتت ان شاء الله. انت ما بتعرفيش تطلعيه، بيبقى تقيل عليكي. طيب ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول سمكة اهو. دي رقم كام يا ملوك؟ واحد. رقم واحد. قول الحمد لله. الحمد لله. مية مية. سمكة بلطية عسل. بسم الله الرحمن الرحيم. تتنين واحدة؟ هتخليكي ماسكة السنارة دي خلاص؟ مش هتبدلي معايا؟ لا هبدل بس بسرعة. انا وملك طلعنا مع بعض. هي طلعت وانا طلعت. قول الحمد لله ملوكتي. انا اتنين طلعنا مع بعض. ماشي يا بابا، يلا قول الحمد لله تاني. كده يا ملوكة. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. دي رقم كام؟ دي رقم خمسة. ماشي. خلي بالك بتمشي، خلي بالك هي بتمشي. خلاص يلا هات. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ما جاتش فشلت. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ملوكة رقم كام دي؟ دي جاية من بره بقها دي ولا ايه؟ جاية من بره بقها دي، مش نوطة شنطة دي ولا ايه؟ ماشي. بابا تخصص السمك الكبير. شوف انا بجيب السمك الكبير ازاي يا ملوكتي. انت بتجيبي سمك كتير بس بتجيبيش الكبير، انا بجيب الكبير بقى. هتجيبي كبير، هتجيبي من غير زن وعياط. لا لا لا، سمك حجاري طلع اهو. حد عارف يعني ايه سمك حجاري يا جماعة؟ سمك الحجاري اللي بطنه حمرا اهو بدأ يطلع اهو. بسم الله ما شاء الله. يبقى الحجار هيخش بقى. الحجاري مختلف. بصي دي بطنه بيضه ازاي. اللي انا لسه جايبها دي بطنها بيضه اهي. اللي انا كنت جايبها من شويه دي بطنها حمرا. مختلف حجاري. بسم الله الرحمن الرحيم. بس بالراحه بالراحه. دي كبيره بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. كبيره دي كبيره. دي كبيره ما شاء الله. شاطره يا ملوك. بالراحه، ما تقعديش تجري على السنار عشان ما تهمديش. بالراحه. اول جواز النهارده اهو. بالراحه يا ملك. بالراحه بالراحه يا بابا. بسم الله ما شاء الله. جوازه اهو. عسل اهو. بص 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 بتاع ازاي القطه تيجي تاكلها في ثانيه. استنى ما اجي اسلك الثاني. بس بالراحه ما تقعديش تنطحيها. بس بالراحه عشان السن صغير فبتفلت. بص السن صغير قد ايه ده. سن سته صغير جدا. بسم الله ما شاء الله. طلعت سمكة حلوة. دي رقم كام يا ملوك؟ رقم 10. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بسم الله بسم الله. حلوة كبيرة اهي. حلوة جميلة اهي. بسم الله بسم الله. احنا جينا متأخرين بس ربنا كرمنا الحمد لله. ملوك بسم الله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ما طلعتش. يلا خير. بسم الله الرحمن الرحيم. برضو ما فيش. اخيرا يا ملك كلت تاني. طبعا هنا الترعة الصغيرة دي بعد الساعة 9 بتقل او احنا جايين متأخرين، بس الحمد لله رجعت كلت تاني على الهادي اهو. خلصت اكل يا ملك؟ خلصت اكل؟ من غير ما تنادي عليا. انت في بقك اكل؟ انت حاطط طماطمية في بقك يا هبلة. يلا خير الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. جبت ايه ده يا ملوك؟ جبت قرموطة كبيرة؟ قرموطة قرموطة كبيرة يا بنت اللذينة. أنا ما عرفتش تشدها من المية؟ ما عرفتش بس شديتها من الأول. يلا بابا معلش. يلا شاطر. جبت قرموطة يا ملوكة؟ قعدت تخربطي في المية؟ أنا عمال أقول يا بتجيب إيه؟ شاطرة يا ملوكة والله. أبوك مش عارف يجيب ولا سمك. شاطرة يا بابا. عارف الحظ ده؟ شفت يا ملوكة لما غيرت السن؟ ما غيرت السن جت معايا اهو. السن كان صغير كان بيفلت السمك. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده هو السمك بدأ يصغر كده ليه؟ ايه سقع؟ بس بالراحة. يا بنت بالراحة. بدأ يصغر ابن الذين كده ليه؟ بتفاجئني وانا بصطاد. ماشي يا ملوكة. ماشي يا بابا ربنا يبارك فيك. قول الحمد لله. والله هي اللي بتصطاد. يلا عشان الناس ممكن ما تصدقنيش. يلا خير رزقها. كان معاها واحدة كمان وانت وقعتيها صح؟
يا شيخ. هي فلتت. يعني كان في واحدة تانية فلتت؟ اه بس والله العظيم فلتت. طب قول الحمد لله يا بابا، ربنا يبارك لك يا بابا والله. بسم الله. ايوه كده السمك الكبير ملوكتي ملوكتي، شاطرة يا بابا. اجي ازنق عليكي واقعد جنبك؟ لا لا. أه؟ يا بنت الكلب عظيم. ما هو الصيادية محظوظة، تقعد تشيل وتحط تشيل وتحط، وبعد انت جاية معاها بالبركة. يلا انا اللي مش عارف اجيب الحكاية، مش عارف عمال تشيل وتحط تشيل وتحط، تقوم شبكة معاها. يلا خير رزق. انا مش عارف اجيب والله حاجة، اقعد اهو مش عارف. يلا خير. يا بنت الكلب عايزة تيجي مكاني؟ لا. ده حجار اهو. بص الحجاري، بصي بصي الحجاري، بصي بطنه حمرا ازاي، شفت بطنه حمرا ازاي؟ ده حجاري. الحجاري دوت بيبطنه حلو. واخيرا جبت سمكه يا ملوكه كبيره يا حلوه يا دول عندي فيك. ها بس انا جبت 20 واحده. ماشي جبت 3 وحدات. هات يا بنت هنا عشان اصور. شاطر اهو. بس بالراحة 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 بالراحة. بسم الله ما شاء الله شاطرة يا ملوكتي. قول الحمد لله يا بابا. الحمد لله. هاتي هاتي يا بابا. شطورة 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 يا ملوكتي. ابوكي ما شاف يستاهل. انا عارف الحكاية. والله كان ظهرك كان هتتم. ظهري بجد مش بهزر. بالراحة اقعدي شوية. جابت قرموطة حلوة يا ملوك. انا جبتها بس كنتش قادرة اشدها. ما هو يا بابا انت شد من البتاع، فين لم المكنة. بسم الله ما شاء الله. حتى مش قادرة لم المكنة. نادى عليا زي ما انا شدتها كده. بتضحكي على السمك، انت بتضحكي عليه مش بتصطادي، انت بتضحكي على عمالة تلعبي له، عمالة تشيله وتحطي وتشيله وتحطي. يلا خير. اطلع ضهرك ليه؟ بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. قلت لك ما تنيش ضهرك تاني، ضهرك هيوجعك. شاطرة يا ملوكتي. ايه الحكاية النهاردة مش عارف. يلا خير. انت لا حيلة في الرزق. اه والله حتة الزبلة دي يعني انت ربنا اللي يرزق مش شطارتك. تعالى يا بابا سيبهاش في المية. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج ملوك. وبعدين هنعمل النهاردة بقى؟ ماشي والنعمة من غير غامس. انت يا بت بتعملي فيهم ايه؟ من نبي من غير غامس. ما عارف. بتعملي ايه يا ملوك؟ بتسرقي يعني انا المرة الوحيدة اللي تغمز معايا. ماشي ماشي يعني كنت عايزين اعدل الحاجة عشان. ماشي يا ملوك بتسرقي الا. ماشي يا بابا. اخيرا جبت سمكة بعد طول غياب. شايف الحكاية؟ بس يا ملوك عيب عيب يا بابا. ما انت اصطدت كتير يا ملوك. بسم الله ما شاء الله. شوف القطة قاعدة ازاي، شوف عينها منورة ازاي يا ستار. يا رب ما شاء الله حبلتي يا حلوة. انا اللي جابوه بابا. انا بضحك عليهم يعني. ماشي.